شوف اسمع كلام، انت كل يوم بتجي ماشي من الترس الاول للترس الثاني، بتقول حاجه واحده بس، بتدق الهنا بتاعي بتقول شنو؟ سلميه. دق اسي وري الناس قاعد تعمل شنو. سلميه مدنيه الشعب مدنيه خيار الشعب مدنيه. بس احنا قلنا يسقط النظام، ما قلنا يسقط الرئيس براك، دارين النظام يسقط يسقطوا بس كلهم، ما عندنا اي حاجه، البشير يسقط والباقي يسقط والنظام يسقط. انا اصلا كثرتها يا والله كثرتها. مدنيه على قلبي صوتك المميز ده، على قلبي مدنيه 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 مدنيه. يا زول طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك يا اخي، شكرا لالتزامك. الليله الثامن من رمضان 13 مايو 2019، واحنا في محيط اعتصام القياده العامه في منبر مبادره الباحثين السودانيين. سقطت ما سقطت صابنا الشباب من الباحثين موجودين حوالينا، ممكن اللايف ده يوريهم الناس. يا اخواننا في اشاعات وفي ضرب وفي بمبان وفي غيره، لكن الناس راكزه وسقطت ما سقطت صابنا. الليله كان عندها برنامج يفترض انه يقام، وفيه جلسات حواريه وفيه مخاطبات، لكن في دربكه حصلت في البرنامج، فبالتالي حنقوم نبدا من الفقره بتاعتنا الثانيه اللي هي حوار الباحثين السودانيين، المشاكل وافاق الحلول. في الحوار ده بيحصل كالتالي، الواحد بيقول المجال بتاعه شنو؟ المشاكل اللي كان فيه في ظل الدولة الفاسدة والظالمة، وآفاق الحلول للمستقبل شنو؟ احنا كباحثين ناس المشاكل بالنسبة لنا نعتبرها فرصة لنستشرف فيها آفاق الحلول للمستقبل يعني. فكل زول من مجاله بيعرف نفسه، بيقول لي والله مجالي فيه كده كده كده، وشايف الحلول للمستقبل ممكن تكون كده، والحاصل الحاجة الحاصلة يعني. فكل زول يعرف نفسه ويتقدم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد جمعة سيد جمعة، مهندس بتاع الكمبيوتر في فيديو التقامة سنة 99. أنا طبعا بحكم مجالي في الكمبيوتر والشبكات كويس، الجزء اللي كنت بعاني منه هنا في البلد اللي هي استغلال الموارد اللي كانت بتاعت الاتصالات. يعني بنعاني انه لما انت تمشي في مصالح عامه، بنعاني من المساله بتاعت انه في اجهزه كويس متطوره لكن الناس الشغالين فيها ما كويس، وبقت مساله بتاعت تعقيد اكثر من انها هي حاجه بتاعت تسهيل كويس بالنسبه للاجراء، وده كله بيدفع ثمن المواطن. يعني انت الاجهزه المتطوره اللي بيشتروها من جيبه، وبيجيبوها عشان يعقدوا لهم المسائل، بقت مساله انه السيستم واقع ليها، بقت اي زول بيقولها. يعني انت لو جيت مثلا مركز الجوازات بتاع المويه قلت له عايز مويه بيقول لك السيستم واقع، ما في حاجه ايوه الشبكه طاشه، مو بس السيستم واقع، هو الزول القاعد قدام النظام ده ما عارف يشتغل فيه. يعني احنا انا مريت بتجارب كثير، انا مره مشيت اجدد الرخصه بتاعتي، والله العظيم الزول المسؤول عن الكاميرا ما عارف يعرف الكاميرا في الجهاز بتاعه، التعريف بتاعها كويس طشه من الجهاز. يعني نحن كنا متعطلين اكثر من 3 ساعات وانا بحنس فيه، وعلى سنه يا اخي اديني فرصه معاك على سنه اشغل الموضوع ده. فانا شايف والله يعني دي حاجه على عجاله، يعني دي المشاكل اللي بتواجه مجالنا كله كويس، لكن انا شايف في موارد مهدوره كويس، وناس شغالين في المكان ما بيستحقوا يشتغلوا فيه. ما بالضروره انه مدخلين البيانات دي اللي يكونوا عساكر، يعني انا شايف انه في ناس خريجين كويس بتاعين تقنيه على الاقل عندهم زي ما بيقولوا الحد الادنى من المعرفه اللي بيقدروا يسهلوا به اجراءات الناس كويس. فان شاء الله في ظل حكومه مدنيه الامور دي كلها حتتغير. يعني انت ما حتجي تشتغل في الحته بس لانك انت بتعرف صفه وانتباه، تشتغل في الحته اللي انت شغال فيها لانك انت عندك الحد الادنى من المعرفه كويس، ان انت حتمشي ليه الحته دي، ما بالضروره انك تكون زول متميز. ودي الفرصه للناس اللي بعدين، شكرا لكم، وانه يوضحوا وجهه نظر. طيب السلام عليكم، الموضوع بالنسبه لي كان مفاجئ، لكن
أنا نور الدين، نور الدين جادات صحفي في جنوب التيار. أنا بعتبر إنه الموضوع بالنسبة لي نحن الناس حتى الناس متضررين من المسألة دي وقلت لنا مستفيدين من التقرير. نحن الإعلام بصورة عامة هو في الفترة الفاتت كان من أكثر الناس متأثرين زي ما قلت، متأثرين منه بكافة المستويات، الإعلام اللي ممكن يقدم ممكن يقدم البلد، ممكن يقدم التنمية، ممكن يقدم العدالة نفسها، ممكن يقدم ممكن يخدم في كل المجالات دي واللي هي فيها عندها ثقة صلة مباشرة بالنسبة لي كلها. أنا ما حقدر أتكلم عن حاجة معينة كده، فنمشي بالكلام إن شاء الله وأتكلم لكم بالتفصيل إن شاء الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الباسط عبد العزيز محمد الشاهين، خريج علوم فيزياء. بصراحة الكلية دي هي أساسها اهتمامها بالبحث بالمجال البحثي، يعني معظم خريجينا هم زي ما بيقولوا يعني بيحتاجوا لازم المشاكل موجودة في مجالك هي والله صراحة ما بيحتاجوا لأرضية زي ما بيقولوا بحثية أجهزة وحاجات زي دي بصورة واسعة، يمكن يكون هنا ما متوفرة بصورة كبيرة يعني يعني ما أقدر أكتر أفهم كل هذا. حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر محمد آدم، خريجة جامعة القرآن الكريم كلية المحاسبة. المشكلة اللي بنواجهها في التخصص ده بالتحديد انه المحاسبة هي يعني عنصر فعال جدا، فنحن كخريجين من خريجين كلية المحاسبة بنعاني. يعني لو نمشي مثلا انا اللي خريجة عاوز استفيد امشي البنك عشان اقضي التريننج ولا اقضي الفترة التدريبية، فبواجه مشكلة عنصرية جدا انه الفرص ما بتمنح الا للناس اللي عندهم اقرباء مثلا في البنك، وانا كزولة مثلا ادفع للهامش بصورة اخرى يعني حكون مضطهدة وانا محتاجة للمجال ده، فانه الفرص محتكرة يعني للناس اللي اصلا عندهم ناس جوا، او محتكرة للناس اللي ابناء العاملين في والاجر والدار اقرباء هم مثلا شغالين في البنك، فيبقى انه هنا انا بواجه مشكلة يعني اتدرب وين، اتلقى المعلومات الكافية وين، امارس الشيء اللي قريته ده وين وكده يعني. فحسي بتمنى انه الاوضاع بعد ما انها تصغر زي ما قالوا هي سقطت اصلا وتصبح مدنية، اتمنى انه يعني توفر لنا كل الحقوق يعني انه مثلا بجول يمارس الشيء الدرس ونخدم بلدنا ان شاء الله. طيب انا بقدم صوت شكر للباحثين وحصل بالتأكيد من الناس اللي أنا شاركت معاكم، اتعودت عليكم الناس، شكرا لأنكم دايما تقدموا معي التحية. لكن قبل ما أبدأ أنا كنت مقترح إنه يا أخي يكون في توبيك، يكون في ما في موضوع محدد الناس تشارك فيه عشان يكون واحد من ضمني يعني وسيلة لحل الإشكاليات، لأن الناس قاعدين تعاني من بعض يعني خلط في المفاهيم حول بعض المصطلحات المستهلكة. أنا هسي إذا كان قلنا الدولة المدنية، الدولة المدنية بالمناسبة عنده تفسير وعنده يعني تعريف وعنده يعني عناصر المفروض تتوفر فيه ثم بعد ذلك تكون دولة مدنية، وعشان تصل للدولة المدنية كان لازم يكون في بعض الخطوات الاستباقية عشان توصلنا للدولة المدنية. فأنا بقترح إنه يعني يكون موضوع المناقشة الليلة الدولة المدنية، لكن أعرفكم بنفسي أنا اسمي عاطف إسحاق محمد، أنا أستاذ محامي وشغال في الخرطوم. بقى انه يعني المشكله اللي قاعد نواجهه في مجال او في الممارسه العمليه للقانون
وقاعد يكون برضو واحد من ضمن الاشكالات اللي قاعد تواجهه كل التخصصات التانية المتعلقة بعدم الكفاءة في الموظف. القانوني دائما لما تخرج بيعمل بشكل يعني تلغائي في عمل المحاماة اسمه البادك، إذا كانوا فيها فرص بيتعين في المجال بتاع وكالة نيابة أو قضاء بأي مستوى يتم إعلانه. العمل ده ودائما قد يكون عمل بضمن يعني سلامة المجتمع، بضمن تماسك المجتمع، وأهمية كبيرة جدا جدا في المجتمع. لكن التعيين فيه قاعد يتم برضو يعني بنفس الإشكاليات اللي ذكرناها في التالي، وقاعد يكون يعني أغلب كبيرة جدا في إنه يعني يتم في بسط بتاع العدالة ويتم في يعني سلام حقيقي في المجتمع. وتخيلوا معي إنه يعني زي اللي يتم تعيينه في النيابة ومش مدربه معسكر الجيش، يعني لزومه شنو؟ ليه؟ لأنه يعني النظام الحاكم ونظام قاعد يكون أقليته أقلية عسكرية وما عنده اهتمام بإنه يهم مشاكل الناس، وبالتالي زي اللي يتم تعيينه ده يتم تعيينه وفقا للولاء وفقا للانتماء هو للحزب الحاكم، وده كان يسبب شق كبير جدا، لانه في النيابه هو ما بقدر بحدد انه يا اخي الوقايه او الحيثيات اللي قاعد يذكروا زول بيفتح البلاغ ده يتعلق باي ماده. في النيابه بفتح بلاغ غلط، وده واحد من ضمن الاشكالات. يعني انت لما زول يجي يحكي لك حيثيات محدده انت كوكيل نيابه وكقانوني تكيف الحيثيات دي وتقوم تديه يعني وصفي لماده محدده، وفي النيابة يمشي يعني يهدد المادة وبوجه إنه يبتوا بلغ تحت المادة مثلا يعني 130. الوقاية ما بتاع مادة 130، بعد ذلك لو تمشي لمرحلة بتاعة المحاكمة بكون في يعني اختلاف ما بين المادة وما بين الوقاية، بالتالي يعني المجرم ممكن يفلت من الوقوف في الحالة دي لأنه ما بنتبق له الأركان بتاع الجريمة. بقى إنه ياقي وكل نيابة ما مؤهل له أخطأ خطأ فادي وسبب في إنه ياقي يعني زول مواطن محدد يعني ينتقص من حقه في إنه ينال يعني خدمته القانونية، وده واحد من ضمن الإشكالات. بقى إنه يعني إحنا بيتبرنا سوار بيتبرنا التصحيحين نقدر نعالج المشاكل دي ونقدر يعني نفتح فرص لتأهيل الكادر القانوني ونقدر يعني نتجاوز فكرة بتاعتنا يا أخي يعني نطلع الناس من الأقلية التبعية دي ونطلع الناس من الأقلية العسكرية الكرسات ونظام الجبهة الإسلامية، وبعد ذلك يعني نخلي الموضوع يكون كفاءة ونخلي الموضوع يكون منافس شريفة. وأنا ما أقدر أطول للشباب لكن كده أهتموا بالاقتراع بتاعنا أن نناقش موضوع الدولة المدنية، لأن الدولة المدنية دي بالمناسبة قاعد يكون يعني فيه يعني خمود كبير جدا جدا. انا افتكر ان يعني لو اخترنا طبق محدد وناقشناه بكون افضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا عازم عثمان خريج كلية شرق النيل تخصص الاقتصاد. إذا قلنا مسألة الطبق بتاع المدنية هو ذاته مربوط، أنا شايف بكلامنا ده من جوانب كثيرة، اللي المسألة بتاعت المؤسسية بتاعت التخصصيات، فهي المدنية معناها كل زول متخصص في مهنة المعينة ومتطور فيها بما معنى التطور. يعني واحدة من الحاجات اللي بتواجه الخريجين، يعني أنا تخرجت تقريبا 2009، اللي هي أنا شايف إنه يا أخي أنا ذاتي كخريج لما أشوف ما بقدر الشيء بقدر أطلعه في تخصصي مواكبة للناس اللي بيطلعوا في تخصصهم في العالم برا، بشوف ان انا عبارة عن زول سنة اولى ابتدائي يعني باعتبار. الحاجة الثانية مسألة السورسات اللي اغلبها بالانجليزي، اغلب الناس هنا معتمدة على اللغة العربية كسورس، في علوم كمية في التخصصات كلها ما مربوطة باللغة العربية ولا يمكن ترجمتها. يعني الحاجة الثانية مسألة التأهيل، يعني اغلب الجامعات الموجودة برا في السنة الأخيرة أنت بتاخد الترينينج اللي أنت بتتكلم عنه، ما بتاخده بعد ما تتخرج وتشوف لك واسطة وموضوع طويل وتقعد لك سنتين ثلاثة، لا أنت أساساً اتخرجت بتمشي تشتغل في شركة لفترة محدودة عشان تفهم السيستم العملي ماشي كيف. دي واحدة من الحاجات، الموضوع ده طبعاً ما موجود تماماً هنا. الحاجات الثانية المربوطة بصورة أكبر مسألة الاهتمامات والتخصص الداخلي ذاته، يعني أنا مفترض كزول تخرجت منه تخرجت أكون عندي معرفة بالمحاسبة، معرفة بالإدارة، معرفة بالتكاليف، معرفة بالتأمين، معرفة سوق الأوراق المالية اللي هو طبعا أكبر جسم هنا ده أنا شايفه إنه ما عنده أي نشاط
تماما اقتصادي، ومفترض انه يا اخي الخريج بتاع الاقتصاد يكون هو في لب القصه يعني، ويكون فاهم الموضوع. فهذه جزء من العوامل اللي احنا بنتمنى في المدنيه انها تماما تاخذ منحاه يعني. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابراهيم محمد، طالب بدرس في جامعه الدرمان الاسلاميه كليه الاقتصاد يعني. ونحن كطلبه كده يعني في مجالنا ده بالذات بيتطلب انه المواد بتاعته سنويا تتحدث يعني. ما ممكن انا اقرا لي منهج مطبوع من 1990 اللي احنا في 2019، المفروض يكون في تجدد وكده يعني. دي اكتر حاجه بتواجهنا نحن كطلبه كده. ان شاء الله نتمنى في الحكومه المدنيه دي ان شاء الله توفر لنا الحاجات دي باذن الله. دي اكتر حاجات اللي بتواجهنا. شكرا. السلام عليكم. اخوكم محمد ضحية. طبعا انا فارقت الدراسة ومجال الدراسة على الشهادة السودانية وشهادة المنطقة. الحمد لله يعني بشتغل حدادة بتاع الجمالونات. بشتغل حدادة بتاع الجمالونات توضيب وتركيب. كان طبعا مصنع الماليزي لكن خدنا. الواحد بيجي يشتغل برا. لكن يعني بتواجهنا مشاكل بتاع غلاء في المواد. المواد بيكون غالية، الزبون بيكون داير يشتغل شغلة بيلقى المواد غالية يعني مشاكل يعني المشاكل اللي بتواجهنا في مجال شغلنا بتاع الحدادة ده غلاء المواد يعني. المواد بتكون غالية شديد لما انت تيجي تشتغل شغلة عشان الزول ذاته يشتغلها الزبون ما حيقدر يشتغل الشغل لانه هذا غاليه تحت دي مصنعيه اكثر بتلقى شغله يعني خسرانه معك يا يعني انك تشتغل له انت بيصير رمز كده ولا هو يخليه يعني. نتمنى انه البلد تتصرف تكون احسن دوله مدنيه ان شاء الله مدنيه باذن الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فيصل ادريس، خريج هندسة حاسوب كلية علوم التغانة، قطاع خاص في مجال الطاقة البديلة الطاقة الشمسية. طبعا نحن موضوع الطاقة الشمسية اللي قاعد تكلمنا فيه ليه بكرة اي انا طبعا سأعطي فرصة للناس المعاي نحن عارفين نحن بلد شمسنا 24 يعني اليوم 24 ساعة. احنا من 10 ساعات 10 اكثر من 10 ساعات عشان دي جميل ما شاء الله كويس. والسنه كلها خريف صيف شتاء بلد مشمسه. طيب السودان مفروض يكون الرايت اللي هو رايت من 13 سنه الناس بيشتغلوا في السودان من بدايه من الثمانينات. عندنا الباحثين وعندنا ما شاء الله ناس مشوا في المجال ده. العقبات اللي بتواجه المجال ده الدولة ذاتها كويس. الدولة هي أكبر عقبة كانت بتواجه مجال الطاقة الشمسية. أديك أقرب مثال الحتة دي. نحن في السودان عندنا مركز بتاع مركز أبحاث الطاقة داخله في وحدة يسوي وحدة تجميع الخلايا الشمسية. الوحدة دي بالضبط قبل 3-4 سنة كانت بتغذي السوق المحلي وتعمل لها بريد انه دول افريقيا. حاليا الوحده بفعل الدوله بمر تماما مقصود هناك مكنات ايطاليه حديثه كويس قاعده مركونه كويس والناس قاعده يعني حسب معظم الموظفين بتاع الوحده يتفرقوا دخل السوق والدخل. فدي واحده من العلامات. ثاني حاجه التشريعات بتاعت محتاجين تشريعات كويس. وظائف الطاقه يا دوب من 2000 تقريبا 2016 17 بدوا يتجهوا للشغل ده. الشغل بتاع التوليد، الشغل بتاع الزراعه. نحن بنستهلك زراعتنا كلها بالديزل. يعني حاسس انت كان مسكت من الدمازين لحد ما تطلع الشماليه دي كلها بوابير. انت المانع شنو؟ البوابير دي شغاله طاقه شمسيه. انت بتوفر على الدوله
كم عملة محل عملة عملة أجنبية كم العملة الأجنبية بحي عندنا بحي بسيطة. فواحدة من العقبات الدولة. فإن شاء الله يعني الحقوق المدنية الناس تعال للمجال ده بحياة شيء قدام في البلد يعني دولة زراعية منطقة شمسية نجحت في مجال الزراعة. ما أتكلم كثير الشباب ده اللي هناك. السلام عليكم. إبراهيم مختار إبراهيم خريج لغات جامعة النيلة 2016. طيب نكاد نقول إنه نحن كلنا حاليا اتفقنا على إنه حلنا الأول والأخير هي المدنية. طيب ليه؟ للأسباب اللي اتفقنا عليها كلنا حاليا وذكرناها. ونكاد نكون برضو بنعاني من نفس المشكلة اللي هي وجود الشخص الغير مناسب في المكان أو وجود الشخص الخطأ اللي هو بيسبب لنا مشاكل كثيرة في إننا ما نقدر يعني نحقق متطلباتنا الدائرين نصل لها بالطريقة الاحترافية. وانعدام الاحترافية برضو هي المشكلة الأولى والأخيرة في كل المؤسسات وكلها بتمسنا في كل التخصصات سواء كان لغات سواء كان مجالات الحاسوب والهندسة وغيرها. دي ما بتتلمسها إلا إذا كان أنت اشتغلت مثلا أو كان عندك خبرة مع جهة تدربوا الأجنبية مثلا بتلقى إنه الشغل بروفيشنال ماشي بستبس هاي بتدي كل شخص فرصته سواء كان تدريبيا أو تخصصيا إذا كان أنت عايز تطور من مجال. ودي معاناتنا المتفقين عليها كلنا هنا حاليا سواء كان في قطاع الطلاب الناس الشباب اللي بيقروا لسه يعني أو الناس اللي تخرجت وشغال الناس اللي تخرجت وعطالة بيبقوا لسه يكونوا في كارير بتاعهم يعني. فأنا حاليا إذا فرضنا إنه أنا خريج لغات عايز أعمل كورسات صعبة. ليه؟ لأنه ما في سيستم يخليني إكسبوزد على الـ على الـ على الـ على المجال بتاعي. فده دي 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 مشكلة كبيرة. وأفتكر إنه بس عشان ما أطول عليكم الرك كله على المدنيين لأنه هي الاحترافية في حد ذاتها يعني. شكرا. السلام عليكم. مهند أحمد طالب إدارة أعمال. فأتكلم عن المجال بتاعي وتعريف الإدارة. الإدارة هي مهنة ما بين العلم والفن. وفي تعريفها الإدارة هي عملية بتاع التخطيط وتنظيم وتوجيه ورغابة. عندها قواعد الإدارة عندها قواعد تطبيقات معينة معروفة بشكل هرمي. أي جزء في الهرم عنده مهام بجنبها من عليا وسطى دنيا أي زول عنده فيها مهام. هنا في السودان ما يعني ما في تطبيق حقيقي للهيكلة دي بتاعتها المعروفة في التعليم اللي هي قريناها يعني. شايف انه الحياة دي تتقدم يعني وأي واحد ياخد فرصة في مجاله وفي الحياة تفهم فيها وتعرف فيها إن شاء الله يعني تبقى أحسن عبر الإدارة والمحاسبة وكل المجالات وإن شاء الله يعني. شكرا. السلام عليكم. أنا خليفة خريجة إدارة أعمال من الإمام الحي. أنا تخرجت
بديت 2015 وما اشتغلت، كل ما قدم في اي مؤسسه ما قاعد يجيني رد طوالي لين ما عندي واسطه خليني اشتغل. عانيت عانيت كثير، عملت كورسات في النهايه برضه شهرت يعني بس شغله وقعدت طالعه من غير اي فايده. شايفه الحكومه المدنيه حتخدم لي انا اول زول في الشعب لانه حتكسر الفساد من اخر دي. طالب لسه بدرة في مسارك تتفقد عليه سنتين. عايز تكلم عن نقطتين اللي هي نقطة الذهب والنقطة بتاعت الثروة الحيوانية تحديدا الأبقار. نبدأ بنقطة الذهب. الذهب نحن في سنة نطلع 120 طن، تيجي تمشي وين؟ تيجي تصدر بتمشي لدبي وروسيا بتتباع بالرخيص. لو لاحظت انه الامارات وروسيا ما دارين انها تبدو مدنيه ليه؟ لانه الحاجه دي بعد شويه حنتكلم ما حنصالحهم. الحاجه دي حتاثر عليهم لانه لما نلقوا الذهب زي ده بالرخيص لما تبقى مدنيه ما خلاص احنا هنبدأ السير عشان نرجع الاقتصاد للسودان صح؟ الحاجه دي حتبقى غاليه عشان كده هم ما عندهم مصلحه من انها تبقى مدنيه عشان كده بيتدخلوا. تمام؟ دي حاجه بسيطه، نحن ممكن عندنا حاجه اسمها المخزون في بنك السودان المركزي. دي من نيه نحط الذهب في الخزينه بتاعت بنك السودان المركزي. الدولار تتغير بينزل ليه؟ لانه وجود واحد في الخزينه بينزل الثاني، دي حاجه عندنا في المصارف. طيب دي نقطه الذهب. نقطه البقر، الابقار عندك هولندا شغاله بمليون راس ماسك العالم كله مليون راس من البان للفهم للبتاع. احنا عندنا 53 ديل الاناتي بس غير التيران والعجور. احنا لو شغلنا ديل اي هي ما ملك الدوله، الفرق بيننا وبين هولندا المليون راس دي للدوله عندهم رعايتهم براهم وكلهم براهم. ديل ملك الشعب 53 ديل معظمهم. طيب نحن لو شلناهم منهم وشغلناهم منتج البان ومنتج لحوم برجع عايد لكل فرد من افراد السودان يوميا ما يتراوح بين 100 ل 150 دولار في اليوم. احنا اذا شغلنا الحاجه دي تتوقع انه اقتصادنا حيرجع فيكم سنتين ثلاثه اربعه بالكثير نحن نرجع زي زمان. شكرا. طيب يا اخواننا في تعليقات في اللايف هنا في مجموعه الباحثين السودانيين بيقول لك الناس بتموت. انتوا قاعد تقولوا شنو يعني؟ بعدين دايما نشرح للناس انه يا اخواننا احنا قاعدين في الجزء الجنوبي من الاعتصام، الترس بتاعنا هنا مع سوار العباسيه، الترس ده منه طوالي وزاره الدفاع. لو في ناس بتموت هسه حاليا في جزء ثاني من الاعتصام احنا ممكن نكون الجايين اللي بعدهم. لكن قاعدين مترسين. احنا قاعدين هنا ده وارواحنا جاهزين لنا نموت من اجل انه الاعتصام ده يحقق مطالبنا بالدوله المدنيه. فلو في ناس بيموتوا يا اخواننا في جهه ثانيه ربنا يتقبل الشهداء. احنا مستعدين برضه نموت بالجهه دي، لكن الاعتصام ما يتفضى من جانبنا احنا. فكون انه كل الناس المفروض تقوم تجري تمشي حته واحده ولا بتاع، ده كلام بتاع السوشيال ميديا. الكلام الصحيح انه كل زول يترس حتته ويبقى عليها عشرة. ده الكلام المهم. مش انه والله يا اخي عشان في حاجه حاصله بهناك انا اخلي الحاجه المفروض اعملها به هنا ده. كل واحد فينا يا اخواننا في الدوله المدنيه عنده مكان ثغره لازم يسدها. لازم نكون فاهمين الكلام ده. انا ما اكون شغال بانه السوشيال ميديا فيها شنو واقوم انجرها وامشي وراه. ان احنا هنا ده قاعدين نعمل في حاجه مهمه جدا جدا اللي هو المناقشه بتاعت مستقبل بلدنا. في نفس الوقت بدماءنا وبنفسنا مستعدين انه نحمل حاضر الاسئله. فالناس ما تزاود يا اخواننا في السوشيال ميديا يقول لك يا اخي في شهداء بهناك وانتوا قاعدين تتكلموا في شنو؟ احنا قاعدين هنا احنا الترس ذاته ونحن بنفسنا بدماءنا وبلحمنا احنا الترس. احنا قاعدين هنا ده مستعدين يجينا اي موت في اي لحظه. فالناس ما توجهنا بالسوشيال ميديا، احنا قاعدين وصابيننا في الاعتصام ده عشان نحقق مطالبنا بالدوله المدنيه، فما في زول احرص مننا ونحن قاعدين هنا ده من الحاصل جوا ميدان الاعتصام. الاعتصام ده اخواننا كبير بيبدا من الترس الشرقي اللي هو بسوار بري بهناك، وفي الترس بتاع شارع النيل، وفي الترس بتاع شارع البلديه، وفي الترس بتاع شارع القياده، احنا في الترس بتاع شارع القياده ده. فالناس ما تزاود ما تعمل فيها انها حريصه وخايفه وانتوا قاعد تعملوا في كلام فارغ، احنا قاعدين نعمل في كلام مهم جدا جدا بنناقش القضايا والمشاكل والحلول للمستقبل في اثناء ما بنناقش احنا الترس ذاته. فما في زول بينصحنا يقول لنا امشي ترسوا ولا اجروا اقفلوا ولا، لانه احنا قافلين وقاعدين بنعمل في حاجه بيفهم. انت قاعد في البيت ده تعال اقعد معانا، تعال اقعد في البيت تعلق لي من بيتكم، قاعد ليه؟ العجب طبعا اللي بعلق لك من امريكا ولا اوروبا ولا الخليج يعني. المعذورين ده برا. لا ما هي المشكله انه زول عامل فيها حريص على الاعتصام وهو قاعد في هناك في بيته، وانت قاعد هنا في الاعتصام وخالي شغلك وحاجاتك كلها وعامل فيها واحرص منك،
وعامل فيها برد وفيق يعني في السوشيال ميديا. فاخوانا الناس ما تزاود، الناس ما تزاود، الناس اللي قاعدين هنا ديل كده مرر البتاع ده يعني شوف الوجوه دي، الناس دي احرص من اي زول على الاعتصام وعلى مستقبل البلد وتحقيق الدولة المدنية. فرجاء في السوشيال ميديا اخوانا الناس نقضنا بان يا تشجع يا اما تستحسن يا اما تسكت، ما في داعي انه يعملوا فيها والله احرص مننا احنا القاعدين هنا ده ومستعدين بدمائنا وبارواحنا لنمهر المستقبل البلد ده يعني. عرف نفسك مجالك مشاكله والمستقبل. شام شارك المجال بتاعك مشاكله والافاق للحل. واحده غلط الونس في تطبيقها. لكن يا استاذ اسمعني يا استاذ، انا افتكر انه يا رئيس القاعده هنا المفروض ياخذ فرصته حتى لو يعني يعرف نفسه، لانه انا هنا موضوعنا بيتعلق باني اقدر اطلع شيء جواه. بس طبعا الجلسه مفتوحه عشان كذا. الان عبد المنين قريب المايك، قريب المايك بعد الصوت. الان عبد المنين تخصص بتاعي تربية رياضيات، بتمنى بس انه التعليم تطور يكون احسن من مثلا انه ما في تعليم اصلا، انه يمشي للافضل حتى المنهج يتغير، لانه المنهج الاساسي ده ما مستفيدين منه بشيء. بنتخرج من الجامعة بنكون ما فاهمين حاجة الا حاجة نكتبها احنا برانا من الحياة، لكن كمان حجم قاعد نستفيد منه في حاجة. كلام جدا واسع ومفيد جدا جدا يا اخي، يعني قدرت فوتنا فرصه بدايه انه يعني نعرف مصلحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام هي ابراهيم. انا مهندس ميكانيكي متخصص في تحليه المياه ومعالجه المياه، ومن المداومين على الركن الباحثين السودانيين. و اليوم مشاركتنا يعني تختلف عن الايام اللي فاتت، لان سمعنا انه في مشاكل في القياده وكذا، ونحن من رواد هذا الركن فجينا نجيك مع اخواننا ونحيي جهود الباحثين. تصور المنطق 100% انه الناس تذكر في غزوه احد الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس ما يغادروا مواقعهم، لان اي مقاتل اي مناضل عنده دور، فانت ما تنجرف ورا الشعارات. انت طالما انت زول عندك مهمه معينه، كل زول يقوم مهمته تكامل الادوار، وهي دي نواه الدوله المدنيه بتكلم عنها الناس، انه الناس تكامل الادوار وكل زول يرقد شغلته بيكون ينهض الوطن ويمشي للامام. وفي بوادر برضه كويسه في اليوم ده رغم الاخبار الحزينه، انه في بوادر اتفاق، ودي الحاجه المطلوبه. الناس انه نضال، الناس تتمنى النضال يتوج باتفاق من اجل الوطن، لان الناس ما اعتصمت من اجل خلاف ولا من اجل يعني جدل بيضمته، الناس من اجل مطالب مشروعه وحكومه دنيه لصالح البلد. وبمناسبه الحكومه الدنيه هي لصالح العساكر، لانه الحكومه الدنيه الناس ما بتفكر انه هي يعني في خطاب بعض مرات النقد ما يفهموه. الناس ما اعداء العساكر، بالعكس هو ده كل دور عنده دور، والدول المدنيه بتخدم العساكر لانه بتخد كل حاجه. وناس شهدت في العهد الفات يمكن القوات النظاميه وقع على ظلم زي ما وقع على المواطنين، وانا حابب اتفرق بين المجلس العسكري وبين قوات الشعب المسلح. دي حاجه مهمه جدا جدا، وانه الفكره بتاع الدور المدنيين تنهض بكل المرافق بما فيها الجيش، لان هو صمام امان البلد. و بس الناس تعرف تفرق الخط الفاصل بين الاثنين، انه الثوره دي قصدها كل القطاعات وما بتستثنى زول. و مشاكل في مجالكم بتاع تحليه المياه؟ والله يعني يعني مجال المويه طبعا من الاشياء دائما بقولها كل ما اتيحت فرصه، انه خطبه الرئيس الامريكي كلينتون لما تولى اول ولايه له في امريكا قال، هو قال الحاجه اللي احنا جينا عشانها انه عندنا مهمتين،
نضمن انه اكل الشعب وشرابه يعني سليم. يعني المويه بيشربوها والاكل بياكلوه، لو احنا قدرنا نضمن انه هو سليم بنكون انجزنا 80% من مهامنا الانتخابيه. وانا افتكر دي برضه هي من الاشياء المهمه واللي هي لحق التدهور زي ما لحق انشطه كثيره اللي هي قطاع المياه وخدماتها، وهي دي جزء من الامن القومي. جزء من الامن القومي انه الناس تشرب مويه نظيفه وتقلل نسبه الامراض المنقوله وسط المياه، لانه حسب الدراسات 80% من الامراض في الدول الناميه منقوله بواسطه المياه. ونتمنى انه يعني يرتفع الوعي في مجال المياه واستخداماتها، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالمويه تدخل في اي صناعه، اذا انت تصنع دبابه تحتاج لمويه، عايز تزرع تحتاج لمويه. وده مجال يطول، لكن النقطه المهمه اللي هي ذكرتها انه دي من المهام الاساسيه للدوله المدنيه، ان تضمن للمواطنين ان اكلهم وشراب سليم. دي من اهم المهام، لا تغيل عن اي مهام اخرى. والشكر الجزيل مره اخرى لاخونا انور لجهوده المستمره وللباحثين السودانيين والشباب الموجود، ونحن معاهم باذن الله حتى النصر. ومدنيه خيار الشعب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بذكر حسن عبد الرحمن، انا خريج علوم جيولوجيا عام 2004، متخصص جيولوجيا هندسيه، لكن بحكم العمل يعني بقيت متخصص في المياه الجوفيه. السودان طبعا معروف يعني غني بموارده الطبيعيه من معادن المياه وكذا. صراحة نحن عندنا مشكلة يعني بتاعت مياه في كثير من الأغاليم الكبرى أو المدن الكبرى في السودان. يعني مثلا يعني عندنا مشكلة بتاعت مياه في المبيض، وعندنا أكبر خزان جوفي ممكن كان ممكن البلد يستفيد منه، بسبب إنه البحث والاستكشاف عندنا صراحة متخلف، والطرق بتاعت الوسائل بتاعت الاستخراج برضه يعني مكلفة جدا. والشيء اللي بيوزن او في مجال الحفر او كده بتلقاه ما بيوازن او الدوت اللي بيعملوه الناس. عندنا مشكلة بتاعت مويه في الفضاء عويصة جدا، يعني عشرات السنين عندنا مشكلة في القضارف، عندنا مشكلة في اللغير، عندنا مشكلة في اجزاء كبيرة من دارفور، كلها فيها مناطق فيها مشاكل، واغلبها ممكن تتحلى. يعني فيها في حسب الدراسات الموجوده حتى يعني في السنين الاخيره 30 سنه الاخيره يكاد يكون البحث العلمي صراحه معدوم. يعني كل الدراسات اللي عملت تلقاها عملت مثلا يعني احدث دراسه تلقاها في السبعينات في الثمانينات، يعني اقرب مدى يعني بينقصنا كثيرا احنا في الشغل بتاع الدراسات في مجال المويه، سواء كانت مويه سطحيه استغلال لمويه سطحيه او مويه جوفيه. يعني احنا ما عندنا مثلا محطات بتاع رصد، ما عندنا مراكز بتاع ابحاث. بعد كده احنا بعد نعمل الدراسات حتى الاجهزه اللي بنشتغل بها الليله في السودان يعني صراحه ما دقيقه، نسبه الخطا فيها كبير جدا. محتاجين يعني نحن نستجيب اجهزه حديثه في الكشف تكون دقيقة. الشيء الثاني بعد كده يكون العملية تحت الاستخراج للمويه دي حتى المشاكل. الإدارات بتاعت المشروعات والوزارات بينقصنا كثير في الحتة دي. يعني صراحة الإدارات الشغل في الحكومة يعني ما في إدارات، لكن ما في تأهيل، ما في تطوير، ما في تدريب، ده كله ما موجود، ما في أجهزة مساعدة. يعني الشغل كله يعني مثلا في تعاون ما بين بعض الجامعات وما بين بعض الإدارات في الولايات، لكن ما كافي. يعني تلقى مثلا الجامعة ذاتها هي ناقصة أو الإدارة المعنية هي ذاتها ناقصة وبينقصها كثير.
عشان كده شغلنا ما ماشي لقدام. نحن حتى لو الدراسات اللي اتعملت قديما دي الناس اكدوا عليها وواصلوا فيها والدراسات النظرية دي اكدوها مثلا بحفر اختباري حاجة زي دي مؤكد كان النتيجة مختلفة. لكن نحن ناقصنا كثير. نتمنى ان شاء الله انه في العهد الجديد في الدولة المدنية انه كلنا يعني ننهض زي بلدنا ويكون همنا عن البلد. والشيء اللي ما ناقصنا في الفترة اللي فاتت دي انه الناس تجيبه ان شاء الله باذن الله تجيبه. نشكر مجموعة تحت الباحثين يعني على المحاضرات السرة والغيمة في مختلف المجالات ونتمنى انه الوعي ده يستمر. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سحر جسد المشير رجعت كلية التربية جامعة الخرطوم 2007. كان مجالي تدريس وأول المعاول اللي هدتها الحكومة حكومة الأنباس كان التعليم. كلنا عارفين المشاكل بتحدث كلنا لما دخلنا كلية التربية كان عن رغبة حقيقية. كنا فاكرين إنه الزول أول ما يتخرج نفس الجيل الجديد اللي هم درسوا الشعب السوداني كله تعليمه كان كويس. دخلنا وفكرنا إنه أول ما نتخرج نلقى طوالي وظائف. طبعا ما في وظيفة اسمها إنك تتخرج من كلية التربية حتشتغل مستشفى على طول. أنت ممكن التعليم ذاته أو التدريس بدأت من كلامي من له. أول مشكلة واجهتني بعد التخرج ممكن الخدمة الإنسانية. لكن أنا طوال ما اشتغلت في مجالي لأنه عرفت إنه ما في لوطنية. متخصصين لغة إنجليزية وسايكولوجي. اشتغلت في شركة بخمناس لكن المجال كان مجال التعليم. تخيلي في الشركات الخاصة ممكن تقدم اللي أنت أخذته من الكلية أحسن من الحكومة. بعد فترة لما حصل الانفصال بأيدي برضو الكيزان فاتجهت نحو التعليم. قلت كده أشوف التعليم. طبعا تقدم ما يقبلوك. أقدم كل سنة ما يقبلوني. أخيرا اتجهت نحو المدارس الخاصة. كان المدرسة الخاصة بكون مثلا الوحيدة من خريجة كلية التربية. الباقية ما شاء الله أرامل مطلقات. كل شعب السودان ممكن يشتغل المهنة دي. المدرسة خاصة ما في أي معايير أي مقاييس بتعطي المدرسة ممكن تأهل الناس مدعمين. الدورات التدريبية بتجي بيكون كل الناس بتمشي. فأنا مثلا المدير أنا اللي مشغل قلت ما خليت كلية التربية. طب الناس دي مرتبهم أعلى والناس دي كده. أول مشكلة واجهتنا أنا شخصيا واجهتني كانت النتائج. طبعا زول يفتكر ان المدرسة الخاصة انت اولادك بيمشوا ليها ان دي نتائج اولادك الحقيقية. دي نتائج حقيقية. فصل كله بقفل. معقول يا جماعة من زمان الناس كلها بتقفل. الفصل هو بيكون فيه 20. لكن انا عشان انت تجيب لي ولدك السنة الجاية والسنة اللي بعدها بقفل كل المواد. كل المواد بما فيها انجليزي لو بكتب القلم كده وبكتب كده هي معناها صح. ترضيات. فدي اول مشكلة واجهتني انه انا كل واحدة براي عارفة المشكلة دي والبقية كلهم عادي بمشوا. ما طوالي خليت الموضوع بتاع التدريس. اتجهت نحو التدريس المعاهد. في المعاهد كانت المشكلة برضو بتاعت الناس انه اول ما تخرجوا من الجامعة بدي اداب يفتشوا على شيء لانه برضو الدولة في الجامعات المغرات بتكون محدودة. مغرات زي ما نقول على حشو. يعني ما في مهارات بتتلقاها انت في المدارس او الجامعات. فالناس بتفتش لو كورس اللغه الانجليزيه كورس اللغه الكمبيوتر بيقول لك لا انا عايز الكورسات اللي بتساعدك في مجالك. ليه؟ لانه انا بفتكر انه المفروض حتى السواقه بتاعت العربيه دي المفروض تكون ذاتها في المغرات موجوده. طيب انا بعد ما اقرا وتاني امشي اقرا الفايده عشان حد عمره كله قرايه. نفس الموضوع بتاع الاطباء حيفضل عمرهم كل يوم قاعدين يقرا. في فرق بين انك تقرا عشان تتأهل في فرق بين انك تفضل عمرك كله بتقرا عشان شنو؟ عشان تصل لمرحله ما حتصلها. اول ما جاءت الحكومه الرعناء دي هدمت التعليم والنتائج حاليا كانت واضحه بالنسبه لنا كلنا. لكن حاليا نشوف ان الثوره دي يا ريتنا ترجعنا لورا. وقفت من التدريس على طول. يعني خلاص البرنامج بتاع التدريس اللي الحكومه تسقط. ما في معلم محترم. يعني ما في مؤسسه كده خاصه ولا حكوميه تحترم المعلم. اخر همها بيكون بعد يسددوا الايجار بتاع المدرسه بتاع الرحلات البرامج كلها بيقوموا يتجهوا لشنو؟ مرتبك يا استاذه ومقطعوا ليه؟
بالذلة انت بتاخده كل يعني مرتب هنا كده خدت حاجة اخر عنصر انت بتاخده. فالموضوع طالما فيه إهانة طالما فيه ذلة طالما الدولة تتمنى بالتعليم وبالمعلم وبالحقيبة كلها التعليمية دي ما في داعي اصلا احنا ندخل في المشاكل دي لحد ما تظبط ونرجع نشوف التدريس كيف. انا كنت خايفة من حاجة واحدة بس في التدريس، كنت خايفة انه انا يجيني كوز او امنجي زي ما تقولوا امنجي وما متعلم وراكب عربية فاخرة وانا واقف في المواصلات ويفلي يقول لي وديني انا يعني اكيد وديني اوديك معاك وديني واجي ادرس له ولد البليد زيه تاني يعني دي حتكون شنو السلسلة بتاعك بلادة في بلادة من اتجاه دولة السودان اللي هي بحكومة السودان. لازم منها الحمد لله في حاجة لقيت في الانترنت اكثر يعني وسعت لي المجال بتاع انه انت ما ممكن تاخذ المعلومة من استاذ واحد بس النت ذاته في حد ذاته مدرسة والناس تستفيد منها. المبادرة بتاعت الباحثين السودانيين كل الناس الموجودين جوا انت بتقول والله انا حكون احسن زول تلقي شهادة اعلى منك تلقي شهادة اعلى منك. حتى ايام الثورة الوعي كان حاصل جوا المبادرة كان وعي غير عادي بنسأل البنبان ده نحن بنشوف فيه يا جماعة الأسر اللي قدام بيكون كيف الطلقات دي نحن يعني حتى الخوز ده أساس كل يورونا الخوز ده نحن نعرفه كيف إنه مندس جوا الناس. فشكله كده التعليم كان ماشي كويس بس كان محتاج شنو هدم الدولة كيزانية وإن شاء الله نتمنى لقدام لأنه إذا نحن أخذنا التعليم حناخد معنا الأخلاق السودانية حترجع زي ما هي حترجع السودان زي ما كان. أتمنى أرجع أدرس زي نفس أنا ماسكة طباشيرة كده وأنا أدرس الطلبة بنفس إنه أنا دخلت برغبة كلية التربية وجيت أستاذة وأدرس والناس تستفيد مني ما يقعدوا يلعنوا فيني. هنا برسل رسالة لمرحوم أحمد الخير إن شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له وإن شاء الله إن شاء الله حقه بيجي راجع وكل العمله حتى في الأجيال الجاية بيشوفوا أنه تلاميذه حيقولوا ده كان أستاذ أحمد ده درسنا. هي لو ما دولة غبية ما بتهدم الأستاذ. أعطيني معلما أعطيك أمة. شكرا جزيلا دكتور أنور شكرا جزيلا لكم كلكم ربنا يوفق السودان إن شاء الله. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين سليمان داود معلم برضو في سكة التعليم. الحاجة الغريبة أخواننا دار في الدولة زي الناس إنه المشاكل الحقيقية جدا بتاعت التعليم ما بشعر بحرقتها إلا زول يقول مارس مهنة التعليم أو قلبه على التعليم أو عنده فكرة في التعليم. أنا خريج جامعة البحرين خرجتها 2014 وإحنا في سنة ثالثة أربعة أنفار إحنا حاسين إننا بعد سنة حنتخرج حنكون مربيين لأجيال بس في الحقيقة يعني ما حاسين احنا عندنا المعلومات الكافية اللي بتخليك تكون معلم تكون أستاذ عشان تقدر تنقل معرفة لطالب ممكن تشكل له مستقبل حياته مستقبلا. فقمنا عملنا حاجة بسيطة جدا كده في جامعة بختار رضا عملنا استبيان قايلنا نعرف نسبة الطلبة اللي بخشوا الجامعة نسبة اللي بخشوا وهم على يقين وعلى قناعة انه عايزين بعد أربع سنة يتخرج يكون أساتذة. كانت النتائج صادمة بطريقة خيالية عديدة. تخيلوا 95% من الطلبة بخشوا الاستبيان اللي عمل في جامعة مختار رضا 95% من الطلبة بخشوا جامعة كلية التربية أصلا ما عنده أي رغبة. ده كان الخيار الأخير بالنسبة لهم الخيار الأخير منه وإنك تكون شنو توقف باقي التعليم يا إما تخش تربية يا 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 يا, يا تخلي تعليمك. والحقيقة كان نسبة القبول الفترة دي اللي احنا دخلنا 2011 كان نسبة القبول عالية جدا يعني انا دخلت 71 تمام. بس لما لقيت النتائج صدمتني جدا يعني تخيل انسان مما هو خاشي كده اول سنة هو برلوب ما مقتنع اصلا انه عايز يكمل اربع سنة عشان يبقى معلم. حتمشي كده الامور بالنسبة له سنة اولى وسنة تانية وسنة تالتة وحيعدي وسنة رابعة وحيتخرج وحيبقى معلم حيبقى مسؤول من توعية الجيل كامل. حاجة غريبة جدا يعني بتحسسك انت ذاتك كده بحقارة في نفسك يعني انت بتكون عارف انت قاعد قدام 30 طالب وانت عارف نفسك ما بالكفاءة اللي تخليك تجيب قدام الطلبة دي. ودي حاجة مؤسفة يعني انا قاعد الاقي طلبة يعني الذهنية بتاع التفكير نفسها في طلبة في الصف الثالث اقسم بالله العظيم اوعى منهم
بدرجة عالية جدا يعني. وهو قاعد والمعلم قدامه اوعى منه بحاجات كثيرة جدا باسلوب بتاع تفكير اوعى منه، حتى وعيه بالمادة ذات نفسها انا متأكد. يعني الفرق ما بين الاستاذ والمعلم بيكون حصة، يعني بين المعلم والطالب بيكون حصة. يعني الطالب ده لو درس الحصة دي قدام ما يجري والاستاذ يجي خديته والاثنين سوا وقعدت تعمل لهم استرجاع بالمعلومات، هتلقى الطالب ده اوعى من الاستاذ. الاستاذ يكون متفوق للطالب بس بحس. دي حاجة. الحاجة الثانية في كمية من الملاحظات في سلوك الدولة كانت تجاه التعليم، اصلا كانت مهمش التعليم بدرجة كده عالية وكله زي عالي، ان التعليم كان مهمش. والحاجة الغريبة ان التعليم اصبح متاح للجميع، الجميع ممكن يمارس التعليم، ممكن يفتي في سياسات التعليم، ممكن يخوض برامج التعليم، اي زول ممكن يعمل اي حاجة في التعليم، مع انها حاجة خطيرة جدا يعني. الناس شاهلها كده بالسهولة بس، الناس شاهلها كده بالسهولة. التعليم يقولوا مهنة من لا مهنة له، دي بقى دي زول عارفة. تمام. اول حاجة الالية ذاتها بتاعت دخول الطلبة لكلية التربية، الالية بتاعت قبول الخريجين لممارسة مهنة التعليم، الالية بتاعت الناس اللي اصلا بتضع الخطط بتاعت التدريس، الالية بتاعت المناهج، كل دار مراجع كثيرة جدا. وما اي زول بقدر بخطة ولا اي زول بقدر شنو راجع. انا شخصيا كده اذا جلسة قالوني قال لي رايك شنو في يعملوا شنو يعني يخططوا كيف والناس كده، انا بقول لهم اختصروا اي حاجه شوفوا في دول صبغتنا كتير جدا في المجال ده شيلوه، عملوا كوبي بيست حطوه بدل تقعدوا تنظروا وتاني تنتظروا 30 سنه عشان تشوفوا النتائج بتاع تنظيراتكم دي. سلفا في تجارب عملها وفي ناس فلاسفه وقعدوا في الوقت كده وخدتوا سياسات معينه ونتائجها ظاهره يعني. بدل تخشوا تاني في البرنامج بتاع التجارب وننتظر ونشوف بتاع التابع 30 سنه وثوره التعليم ورجعوا السلم التعليمي لي 9 ورجعوا لي 3-6-3-6-2 والكلام بالشكل ده، شيلوا سياسات الموضوع والبرامج الخطط دي النتائج قدامكم هتلقوا النتائج دي بسهوله. بعد ذلك لحد ما هي حينوعها نقدر نخطط ونضع سياسات، بعد ذلك ممكن نعدل نشوف الحاجه اللي احنا بتتوافق معانا احنا كسودانيين او كدوله في افريقيا والامنيه الحاجات اللي بتتوافق نخطط. لكن حاليا تحيه لمنصه الباحثين السودانيين. شكرا لك يا استاذ. وانتم طبعا العماد بتاع مستقبل الدوله المدنيه بمجالكم بتاع التعليم وكده. طيب يا اخوانا احنا هنقفل الجلسه النقاشيه ونحن قاعدين هنا في الترس. احنا الترس مستعدين نضحي بأرواحنا فداء للدولة المدنية والاعتصام ومستقبل الأجيال السودانية. ربنا يتقبل شهدائنا ويشفي جرحانا وإن شاء الله يعني يحرر دولتنا التحرير الكامل. إحنا حرية سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة، والوعي قرار الشعب. شكرا جزيلا.